أول حاجة معانا هنشوف فيديو، يلا بينا. يلا بينا. كاملة أبو ذكري لما قالت إن في ممثلة كانت هتضربها كانت تقصد انتصار في كواليس الذات، أبيض ولا أسود؟ لا مش عارفة، ما دام هي ما قالتش هي قصدت حد وما قالتش الاسم يبقى أنا أكيد مش من حقي أقول. طب أنت كنت موجودة؟ أنا كنت موجودة؟ معرفش. أكيد حصل ولا ما حصلش خلاف بينها وبين انتصار؟ لا هي حصل يعني كان في خلافات بس مش هقول الاسم برضه. طيب كان إيه سبب الخلاف؟ أعتقد كان تأخير يعني. تأخير من انتصار. تأخير تأخير. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حصل خلاف؟ حصل خلاف. صريحة قوي. حصل. أكتر من نيلي كمان. ما نيلي أصلا يعني مش عارفة تعمل إيه. فعلا كان في اشتباكات و. لا هو حصل خلاف بسبب التأخير، يعني حصل الخلاف بسبب التأخير. لأنه أنت لما بتتأخري على التصوير، يعني أنا النهاردة جاية ليكي البرنامج. قعدك 6 ساعات مستنياني، انت هتحسي بايه؟ 6 ساعات؟ فقعدك 6 ساعات مستنياني، كل الناس دي هتحسي بايه؟ هتيجي بقى انت تشتغلي معايا وتعملي برنامج هتحسي بايه؟ هنتخانق. هتبقي انت اصلا كمان فقدتي ال 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 خلاص عايزه تنامي، يعني انت اصل انت طول ما احنا بنشتغل انت ممكن تشتغلي. صح. لكن صح انك انت قاعده عامله كده منتظره هتنامي. فممكن مره تبقى صدفه، ممكن التانيه تبقى صدفه، تبقى اصل الدنيا زحمه، اصل الدنيا مش عارفه ايه، لكن طول الوقت فده مش مظبوط يعني. يعني انا بحب انتصار، انا مؤمنه بموهبه انتصار بدليل ان انا اديتها دورين كبار اذا كان في فيلم 1-0 او في مسلسل ذات. لكن مش بس انا مش بشتغل بس مع الموهبه، انه كمان في حاجات كتير. لسه كنت هسألك السؤال ده. تحبي ممثل موهوب بس مش ملتزم، ولا واحد نص موهبة بس ملتزم؟ لا ده ولا ده. لا ده ولا ده. لا ده ولا ده. ملتزم وموهوب. موهوب وأصل خلي بالك النجوم الكبار عمرهم يعني عمرك ما تلاقي نجم كبير بيتأخر عن ميعاده خالص، يعني أول هيموت ويجي اللوكيشن، هيموت ويبقى جوه الشخصية، هيموت يعرف المخرج هيعمل المشهد ازاي، يعني التأخير ده هيموت ورا الحوار مع يعني الممثل اللي معاه. التأخير ده دايما بيجي من نجوم مثلا صف تاني وتالت؟ مش من النجوم الكبار. نجم الكبير بتيجي تلاقيه في اللوكيشن. انا كنت وانا مساعده مخرج سكريبت ملابس كنت بتكسف، لان انا كنت باجي الاقي استاذ عادل امام قاعد على الكرسي لابس وقاعد مستنينا، استاذ محمود عبد العزيز. اقول لك استاذ احمد زكي كان ممكن يجي هو ناوي ان هو يضربنا كلنا يفركش بس يجي في ميعاده ما بيخليناش نستنى. يا وجاي النهارده مخنوق من حاجه مثلا في المشهد اللي هيعمله، لسه ما مسكوش، لسه مش حاسه، فيجي في ميعاده ويخلينا نفركش نمشي بس يجي. لو اتعرض عليكي مخليناش نقعد مستنينه بال6-7 ساعات يعني، وانا استنى احمد زكي بقى 6-7 ساعات يعني ده ممكن استناه. لو عندك عمل وشايفه مثلا دور ينفع الانتصار حتى تشغليه معاكي تاني؟ لا انا ما اقدرش استنى حد 5 ساعات أو 6 ساعات، ما اقدرش يعني. يعني في الحمد لله مصر مليانه حتى بحد بحجم موهبتها. والله هي موهوبه جدا وفي موهوبين كتير، وانا اتمنى ان انتصار تبقى عرفت ان مش صح، عيب ان انا اخليكي تستنيني يعني، حتى بعيد عن التصوير وفلوس بتدفع كل ساعه للاستوديو ده بايجار الناس اللي موجوده كل ده. انا عيب ان انا مدياكي ميعاد هعدي عليكي نروح الكوافير واتاخر عليكي، هكلمك اقول لك انا اسفه ربع ساعه وانت قاعده في بيتك يعني. عشان كده في حاجه اسمها الاوردر، حضور الساعه كذا، احنا حضور 9، اجي لك الساعه 1 و2 الظهر واحنا حضور 9 يعني، لا مش ممكن. انا بصراحه بتمنى كل الضيوف يكونوا بصراحه حضرتك. نشوف اللي بعده. اللي بعده يلا بينا.